بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غادي نديركم فيه واحد التيراميسو رائع بمعنى الكلمة. وهذا التيراميسو غادي نصوبه بالشوكولا يعني الجيدة، اللي هي على شكل عجينة اللي كتجي يعني ليكا كريم ديال ميشوك، يعني شي حاجة طوب إن شاء الله، كتجي زوينة وكتجي رائعة على ضمان. يعني كتعرفوني ملي كننصحكم على واحد الحاجة شي حاجة إن شاء الله رائعة. مرحبا بكم. غادي خصنا نشوفوا الوصفة ديالنا ونشوفوا المقادير قبل ما نبداو هاد الوصفة ديالنا. عندنا الشوكولا، ها هي كما كتشوفوها، هي هكا يعني كتجي رائعة. ليكا كريم ديال ميشوك إن شاء الله. عندنا ليبودوار، عندنا ليبودوار فاني، وعندنا ليبودوار شوكولا. يعني درنا جوج الانواع، الانسان على حسب الامكانيات ديالو يقدر الانسان يدير هذا بوحدو ولا هذا بوحدو. الا كان مخلط احسن، غادي يجي المنظر ديال الطارته ديالنا غادي يجي زوين. عندنا واحد المعلقه ديال كافي اللي كندوبوها في الماء. عندنا السيرو، عندنا فرماج، وفرماج النوعيه على حسب، ما يكونش مالح يجي فرماج زوين، جبن. وهذا الجبن اللي غادي نكون نستعملوا فيه بزاف ديال الماركات معروفين. عندنا الحليب، الكريمه طازجه، كريم شانتيي اللي هي مازال ما طلعناهاش، وان شاء الله ملي نطلعوها غادي تولي كريم شانتيي. هنا غادي عندنا ايضا، هنا عندنا واحد 200 غرام، هنا عندنا واحد 140 غرام ديال الكريم. هادو هما المكونات ديال هاد الوصفه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الجبن تقريبا عندنا 200 غرام ديال الجبن، لان هاد الحلوه ديالنا اللي غادي نصوبوا لكم اليوم غادي تكون عباره عن عن طاجين، جوج طاجات، واحد الطاج غادي يكون بالشوكولا، واحد الطاج غادي يكون بالجبن. على بركه الله. عندنا مول ديال 25 سنتيمتر، كنديروا بلاستيك من التحت، من التحت كان يعني اسهل حاجه نحطوا بلاستيك ديالنا، نوركوا عليه بحال هكا ونسدوه بحال هكا، ونجبدوا البلاستيك ديالنا من التحت، نجبدوها باش ما تجيش مكمشه لداخل. على بركه الله. الموس، خصنا موس باش نقادو لي بادوار ديالنا، غادي نديرهم بحال هكا ان شاء الله. ها هكا غادي نديرهم من هنا، غادي ناخذوا نقطعوا مورسو هكا، ها نتوما شوف، وهاد لي مورسو غادي نديرهم ان شاء الله. دائما غادي نقطعوا وحده تنقادوها، وغادي كل نديرهم كلهم قادين على بركه الله. ها هي غادي نقصوا منها، مازال ما خصناش تجي خارجه على المول، خص دائما تكون هابطه على المول ديالنا، هابطه على المول. اذا هي البادوار ديالنا كله غادي نقطعوا على هذا الشكل هكا. دائما غادي نديرو فورمه وحده، نتلاقاو ان شاء الله ملي نقطعو هاد البسكوي ديالنا. تي غادي نمونطيو ان شاء الله هاد التيراميسو ديالنا. غادي ناخدو لي بودوار، هما كنديرهم في السيرو، دائما في السيرو، دائما البودوار ديالنا خصو يشرب السيرو باش حتى يشد لينا ويلصق لينا مزيان. هنا كنديرو ديال الشوكولا، ونديرو ديال واحد حبات الشوكولا وحبة ديال الفاني، كندوزوهم في السيرو بحال هكا، وكنوركو عليهم باش يجيونا لاصقين ومشدودين مزيان. هانتوما كتشوفو عندنا واحد تيراميسو رائع. هانتوما كتشوفوا طريقه واحد هكا تنعمروا المول ديالنا كامل. ان شاء الله هنا غادي ناخذوا السيرو ديالنا، نخويو على هذا البودوار بحال هكا، نخليه يتخلط يشرب من هذا السيرو هكا، ونخويوه في الوسط
ضروري ضروري ديروا في السيرو من فضلكم باش تجي في الاكل ديالها لذيذة بزاف ان شاء الله. مرحبا اخواني اخواتي، غادي نبداو ان شاء الله نخلطوا هاد الكريمه ديالنا. غادي ناخذ الجبن ها هو نديروه ونديروا معاه الكريمه. الكريمه على حسب السكر، يمكن لكم ديروا السكر، اللي كياكل السكر يدير السكر، اللي ما كياكلش بزاف السكر ما يديرش السكر. سورتو الكريمه اللي ما فيهاش سكر، اما اللي فيها السكر ما تزيدوش السكر نهائيا. خلطوا هاد الجبن بعدا مع الكريمه اول حاجه قبل ما نطربوها باش نطلعوها. كل شيء ينسجم مع بعضياته. هنا نخلطوه ان شاء الله، غادي نطربوه مزيان باش يطلع. غادي نخدمو طراب الكهربائي. ذوبنا القهوة ديالنا، شوية ديال الماء، الماء والقهوة اللي كتذوب، غادي نخلطهم. غادي نخلطهم مزيان. هانتوما شوفوا معايا باش الكريم ديالنا يجي شاد راسو، ما يجيش جاري بزاف. ها هو نبينها بحال هكا الكريمه ديالنا هي. ومن الاحسن دائما ملي تكملوا تخلطوا الكريمه ديالكم الصباح ديالكم ذوقوا واش فيها السكر، واش يكفي هذاك السكر ولا نزيدوا ليها اللي بغينا حنا على حسب الكو اللي كنبغيو ناكلوه. هنا غادي نخويو هاد الطبقه. وين هاد الطبقه؟ هانتوما كما كتشوفوا غادي نخليوها بحال هكا، ما نقادوهاش، ما تقادوهاش نهائيا، خليوها بحال هكا. خويو الكريمه ديالنا ها هي. وغادي ناخذو ان شاء الله ليكا كريمه ديال الميشوك. نديروش السكر هنا لان هاد الشوكولا فيها السكر، ما نديروش السكر نهائيا. غادي نخلطو الكريمه ديالنا بالشوكولا. هانتوما شوفوا معايا التخلاط، ردوا على البال. شويه بشويه غادي تخلط وغتندمج مع الكريمه. وغادي نطلعوها، غادي نطربوها حتى تطلع تجي شاد راسها. هانتوما شو الكريمه ديالنا ها هي طلعت مزيان. الخلاط كنخلطوها مزيان، غادي نخويوها بحال هكا. غادي نجيب واحد سبانتور، نجيبو سبانتور بحال هكا. غادي يعني ديك الكريمه اللي بقات عندنا في الباسينه غادي نزيدوها فوق هادي. الله غادي نخلو الكريمه، نكملو كاع الكريمه اللي عندنا هنا، ما نخليو منها حتى حاجه.
وغادي نجيب واحد الفرشيطه غادي نديروها بحال هكا نخلطو بها ونبداو نجبدو من التحت حل تحت هكا باش يعني هاد الجوج لو بارفان يتخلطوا لينا مزيان. هانتوما شوف خصها تجينا زوينه في الديكور ديالها. دائما كنخلطوا بهذه الطريقه وان شاء الله غادي نخدموا البوش والدويه وغادي نخدموا ايضا الشوكولا من الفوق ان شاء الله. ناخذ الشوكولا ديالنا الكميه اللي غنديروا الفوق ان شاء الله. هنا درناها بوش دينا بوش من التحت غادي نحلوا البوش ديالنا. شوفوا معايا شوفوا معايا الطريقه باش غنزينوها ان شاء الله من الفوق بطريقه رائعه على شكل شبكه رائعه ان شاء الله. نزيدو نسدو الشبكه ديالنا ما نخليوش وهذاك الزواق اللي درنا من الداخل هذاك غادي يبان لينا في طرونش ملي نقطعوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها هو نقدو الجناب نمسحوهم بحال هكا. شوفوا معايا هذا الزواق علاش حصلنا على شرائط رقاق ديال الشوكولا وداك الزواق اللي زوقنا بالفرشيطه الداخل وداك الشيء ما كيبانش لينا الفوق هنا. مي ملي نقطعوا الطرونش غيبان لنا الطرونش فيه داك الابيض وداك المارون وداك كتجي هائله ورائعه ان شاء الله. وهنا راه كاين واحد الاحتماليه ايضا اللي بغى يزوقها بلي بودوار يدير من هنا من الجناب اللي ما بغاش يخليها بحال هكا وكنفضل تكون بحال هكا لانها رائعه هكا غادي تجي زوينه ان شاء الله. غادي ندخلوا ان شاء الله التيراميسو ديالنا نخليوه يبرد مزيان قبل ما نخرجوه وغادي نقطعوه باذن الله كيجي هائل ورائع في المنظر ديالو وفي الشكل ديالو. دخلوه للثلاجه غير الثلاجه من الفوق يعني اللي هي على شكل كونجيلاتور ونخليه واحد 4 دسوايع حتى 5 دسوايع غادي يجي شاد راسو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما بقى لينا الا نجمعوا الطبله ديالنا اون اتوندون نقيو الطبله ديالنا اون اتوندون باش تبرد لينا ونصوبوها. مرحبا بكم اخواني اخواتي بعد ما خلينا الحلوه ديالنا حتى بردت مزيان ها هي ديمولينها هانتوما كتجي رائعه كتجي هائله ورائعه ما كثرناش فيها قوه الزواق يعني خلينا ديك الشوكولا من الفوق ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى منكم تجربوا هذه الحلوه بهذه الطريقه والمقادير باش صوبناها وغادي تحصلوا على نتائج جيده باذن الله. غادي نحاول ان شاء الله غادي نقطع واحد المرسو من هذه الحلوه باش نشوفوا كي جات ان شاء الله. نقطعوا غير مرسو واحد هنا توما رائع. نتمنى منكم اخواني اخواتي تجربوها غادي تعجبكم وغادي تلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله مع حاجه جديده ان شاء الله. نتمنى يكون عجبكم هذا التيراميسو اللي صوبنا لكم اللي هو رائع رائع بمعنى الكلمه. جربوه بالشوكولا هذه الشوكولا الزوينه اللي درنا فيها ان شاء الله للمذاق ديالها رائع ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.